عمي والله صرعتنا، فهمنا هاي خبزاتها. سيدي الله معه. اللي بعده. مرحبا يا ابو محمود. ليه؟ عاوزك كلمتين اذا سمحت. جاي. خير. الله يجعلك بخير. شوف يا ابو محمود، نحن تركناك هالفترة حتى تهدى وتراجع حالك، بس القصة طولت. شو قصدك؟ قصدي انه رمضان على الابواب، وانت لهلا ما صالحتها لمرتك ولا رجعتها، وهذا الحكي ما بجوز. ايوه انا ما راح صالحها بنوب. ايه روق صهري روق، وانتبه انا لهلا عم اقول لك صهري، وانا لو ما بعزك ما بيجي لعندك بذات نفسي وبقول لك رجع لأختي. ايه وانا مقدر جيتك، وجيتك غالية لعندي كتير، بس يا اخي انا ما بدي صالحها. يا ابو محمود، اختي بريئة من التهمة اللي اتهمت اياها. انا بدي افهم منك ليش هيك عملت. كل القصة وبدون زعل انه قلت لها لاختك بدي اتجوز عليها، اما قبلت وعملت لي مشكلة طويلة عريضة لا لاول ولا لاخر. طيب يا ابو محمود، اختي مقصرة معك بشي، غلطانة بشي لا سمح الله. الشهادة لله اختك ما في منها، بس يا اخي ما عم بجيب لي ولد، وانا بدي ولد. طيب انت لو اخذت على شي حكيم يعالجها ويكشف عليها، ما كان احسن منك ترمي عليها اليمين؟ ليك قاعدي عنكم، خذوها انتوا لعند الحكيم، انا جبت لها بداية اكثر من مرة، ولهلا ما جابت لي ولد. ايوه، وشو بفهم من كلامك؟ خلوا اختك عنكم لحتى اتجوز. ايوه هيك لك. ليش وعلي؟ بصير خير. خير يصيبك. خلصنا يا ابو محمود، ناولني على الخبزات وخليني امشي. شبنا فيصل، شبنا. متت من جوعي، بدي روح اكسر الصفرة. شرف خذهم، شرف. اي مولا الرهيب. ايه الله معك. والله والله نسيتك يا عمي. حامد حامد، انت عطول بيحكي افكار مو مزبوطة. انت من وين بتجيب هالحكي؟ شو يعني ابعت دوغية على بيت اخرس بدون القاء قبض عليه؟ سيدي يعني نقدحه بدل هيك نشد له ودنه مشان يسمع الكلمة. أنا شايف إنه هذا أخرس مقصر بشغله كثير. مقصر بشغله، خيرات الله خيرات الله، قد ما أقول لك يهزه بدنه عم يهز لي بدني. بتعرف حامد، أنا عم فكر إنه هذا أخرس لازم حطه بالحبس مرة ثانية، لأنه لازم يتغبى، لازم يعرف انه ما عم يشتغل منيح لفرنسا عظمى. حاولت اقلح من مين يهزوا؟ شو تفوتوا على الحبس؟ ما تفوتوا على الحبس سيدي، لك لا خليه برا، بفيدنا انا بوعدك شغل لك يا مثل ما بدك. دكور حامد، خلص انا ببعد دوغية على بيت هذا الاخرس مثل ما انت طلبت. ايه ايه سيدي، وانا بخبركم امتى بيكون ببيته. طيب قل لي، شو في اخبار جديدة عن ابو غجا؟ عم تسألني ابو رجا مات وشبع موت البيت الشرع لإلك. حامد، هذا شيء انا لازم اتأكد منه. خدامك انا، شو بتأمرني يعني هلا؟ هذا عميل مخبر بيشتغل معك، ايمت لازم يجيبه لعندي؟ فيصل ايه يعني شي يومين ثلاثة بيكون عندك سيدي. روح انت. أرفرار يعني بخاطرك بالعربي. السلام. you
بتعرفي لي نورية شو كنتي عم تحكي انتي وسعاد لما فوتت لكم شراب الورد؟ هي يا ستي كانت عم تسألني إذا بعرف لها خياطة شاطرة، خياطة نسواني يعني. ايوه هيك لك. ايه وانتي شو قلتي لها؟ أنا قلت لها تدور لك، إذا لقيت خياطة برد لك خبر. خير إن شاء الله. ماشي بنت خالتي. فوتي زكاتك كملي شغلك. ايه على عيني. سلم ما ذكرتي. شو رأيك شهيرة خانو بالكلام اللي سمعتيه؟ أنا لقيت فكرة أم بشير كتير حلوة. أيوة أي فكرة يا خانو؟ لك فكرة أم بشير إنها تشتغل نسواني وبناتي، وهذا الشيء ما بيضرنا إلنا. يوه والله ما عم بفهم عليك يا خانو، شو قصدك؟ أم بشير حابة تشتغل، فشو عليه إذا اشتغلنا نسواني وشاركناها؟ يوه يا شهيرة خانو، شلون بدنا نشتغل سوا ونشاركها؟ منفتح مشغل خياطة نسواني تاني ومننزلها شريكة معنا، والربح منتقاسمه والرزاق الله. لا 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 الحمد لله اليوم أحسن أحسن. لسه بده شوية وقت تايطيب جرحه يا شيخ. اي بس أحسن من البارح. اي بالأحسن من البارح. انت منين يا الضيف؟ أنا من الشام. من أي حارب الشام؟ من حارة العتالة. حارة العتالة؟ أنت تعرفها يا عواد؟ لا بالله ما أعرفها. هي حارة ناسها دروشان وبيشتغلوا بكار العتالة وبيمشوا الحيط الحيط وبيقولوا يا ربي السترة. بس ما قلت لنا يا الضيف وش سالفتك؟ من هو طعنك؟ الفرنساوي. الفرنساوي العاطل هو اللي غدر فيني. وش جابك على الفرنساوي؟ ايش جاب الفرنساوي عليك؟ وين لقوك؟ كنا انا وجماعتي جايين من مشرع، طلعنا الفرنساوي واشتغل فينا ضرب رصاص مثل زخ المطر. الله وكيلك يا شيخ، الرصاص اللي ضربوه علينا بيطلع قد بيت الشهر. اللي مات واللي تصاوب واللي نسر ما حسيت على حالي إلا أنا عندكم. أنت بين أهلك وناسك، حياك الله. الله يطول بعمرك ويديمك يا شيخ. وإحنا نتشرف بيك لأنك من الرجاجيل اللي تقاتل المحتل. الله محيي أصلك يا الله يا الله. شمسة والهانة بيك. ومنو قال لك هالحكي؟ ها؟ منو قال لك انها والهانة بي؟ أنا شفتها تراقبك وتعطر طريقك واني حسيت بهالشي. سير خير يا خيتي، سير خير. يعني ما فهمت، انت تريد شمسة ولا ما تريدها؟ قلت لك سير خير يا خيتي. راشد مزيون الله يجعلها من نصيبك. راشد تعال اقعد يمي. يوبا تعال. ايه يوبا ايه. وش فيك يا راشد؟ ما بشي يوبا. ما بشي ما بشي. والله يا خانو تركت العفاف عم تبكي وتتحسر على حظه وحظ ابنه. والله معها حق يا ام سعيد،
شنو ما في أصعب منه أنه الوحدة تربي ابنها بدون أبوه. سأليني إلي. وليش أبو عزو ما رجع لعند جوزة؟ لا يا خانم، ليش قليل اللي صار بيناتهم وبين صياح؟ مشاكلهم وصلت للكركونات والضرب. كل البيوت بيصير فيها مشاكل، وإذا كل رجال تخانق مع مرته بده يطلقها، ما بيضل حدا متجوز. هذا اللي صار. بسيطة، أنا رح أتصرف. أنتي روحي على شغلك مساعي، وبس اعتازك ببعت وراكي. لا تحكي لي هم يا خانم، أنا راجع على الغدا بخاطركم. إيه لا تطولي، لأنه عملت لك ست زبيق اللي بتحبيها. اوعك تنسي لي الكشتبان. ها ماني نسيانة، ورح جيب بصل أخضر طيب مع الأكلة بخاطرك. الله معك. إيه شايرة يو، وين راحت قبل ما تقولي شو بدها تعمل؟ يلا هي هيك هيك ما بتحكي لي شي. حابب احكي معك موضوع اخي. احكي عم اسمع. بصراحة أنا بدي اتجوز ولازمني دعم منك. أنا بدك مصاري؟ لك لا، الشغلة مو شغلة مصاري، وبعدين مظهر بيك مو مقصر معي بنوب بنوب. ما فهمت شلون بدك ادعمك يعني. من الآخر أخي، بدي إياك تحكي لي مع عمك أبو حمدي إيش كان بيوافق يزوجني بنته الثانية. ما بدك إياها، شو بدك فيها؟ يعني أنا قصدي قصة الجواز، حدا بجيب الهم لحاله؟ أخي أنا بحب الهم والغم والنكا، أنت عليك تسأله إيش كان بيوافق ولا لا؟ ما فيني أحكي معه يا أخي، ما فيني أحكي معه. الله يسامحك يا سيار. الله يسامحك. لا حول ولا قوة إلا بالله. عتمة لا تزعل. إن شاء الله بكرة الله بيكرمك. كمل شغلك كمل. تفضلي تفضلي استريحي. خير؟ شوفي أنا جاي لعندك يا أبو عزو، وبدي أحكي بموضوع بنتك عفاف وصياح. جيتك غالي علي كتير يا خانم، بس الموضوع منتهي وبنتي رح تطلق من صياح. معقول يا أبو عزو؟ معقول تطلق بنتك وانت بتعرف انها حبلة؟ يلي عمله صياح كبير كتير. صياح ما ساوى شي يا ابو عزو، وانتو اللي كبرتوا القصة وعملتوا لها ايدين ورجلين. بس نحنا مانا غلطانين؟ لا، انتو غلطانين يا ابو عزو، وانتو كبرتوا القصة على الفاضي ولازم ننهيها، وبنتك لازم ترجع لصياح اليوم قبل بكرة. بصير خير بصير خير. شو بفهم من كلامك يا أبو عزو؟ إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. إن شاء الله. يلا السلام عليكم. مع السلامة شهيرة خانم. أهلين شهيرة خانم. أهلين مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام. شو مختلف؟ لا يا شهيرة خانم كانت عندك. إيه. إجيت عم تحكي معي. مشان موضوع صياح بنتي. والله على حسب حكيك يا مختار، معناتها كتر خير الست شهيرة، ناوي الخير لبنتها. وأنا كمان بدي مصلحة ولادي. إذا بتحب، يعني إذا بدك، أنا بدخل بالصلحة. لا لا تفوت فيها بنوب، أنت الأولى فيك أنك تهتم بشغلة ابن عمك. إيه مثل ما بدك يا مختار، بصير خير. يا ريتني ما رحت لعند أبو عزو ولا أجيك ولا سمعت كلامه اللي بيهز البدن. معناتها ما قبل يرجع العفاف، مو هيك يا شهيرة خانم؟ هو وعدني هيك، بس أنا متأكدة مثل ما أنا شايفتي إنه ما رح يرجع عفاف لصياح ولا فكرية لعزو. إيه خلص لا تزعلي ولا تضلي قاتلي هم العالم، أنت عملت اللي عليكي وهو يصطفي.
بس أنا اللي بيضايقني إنه في ناس بتعرف حالها غلطانة ومصرة تمشي بالغلط. الله يهديه لطريق الصواب، مو مشانه، مشان هالناس المساكين المتحكم فيهم. آمين يا رب. راح أقوم أشلح ملائكتي. صحيح أنت صار لك زمان مسافر يا ابن سلفي، بس أنت مالك بعيد عنا وبتعرف عاداتنا كتير منيح. خير مرت عمي، شو طلبك؟ أنا طالبة إيد أمينة لابني مظهر. كيف يعني؟ شو كيف يعني؟ يعني القصة ما بدها كتير شرح، بدنا نجوز أمينة لابني مظهر وخلص. وأمينة شو رأيها؟ اسألها إذا كانت موافقة ولا لا. وشو ردك على طلب مرت عمك يا أمينة؟ مثل ما بدك أخي، مثل ما بدك. إيه بس لا تنسي يا أمينة إنه مرته لساتها على زمته، يعني ما طلق، وبيجوز ما يطلق ابنه. هلأ صحيح مظهر ما طلقها لوردة، بس أنا بوعدك إنه رح يطلقها وعن قريب إن شاء الله. أمي لا توعديني إلي مرت عمي، وعدي أمينة. أنا موافقة أتجوزه إذا رح يطلقها. وحياة عينك يا حبيبتي، أكيد رح يطلقها، وما بيصير إلا اللي بيرضيكي وبيرضي أخوكي. إن شاء الله بيصير خير. إلك خلينا نكتب كتاب ونفرح يوم قبل رمضان. رمضان بعد يومين؟ معناتها بكرة نكتب كتاب والعرس على يدك، شو رأيك؟ إن شاء الله. مبروك أمير، مبروك. إن شاء الله ألف مبروك على عروستنا الحلوة. الله يبارك فيك. أبي يوسف، إيه شو طلباتك مشان أمين رح تجهز لها؟ مين؟ يلا جاي جاي. سيادة الضابط، تفاجأت أليس كذلك؟ لا لا، شو تفاجأت؟ شو 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 في؟ نريد تفتيش. تفتيش؟ أجل. طيب يلا لحظة لحظة بس حتى آخذ طريق. هيا يلا يلا يا. شرف. الله معك. لك شو نزير؟ نزير؟ شو صاير عندك؟ شو في غير؟ عملتها لك حامد؟ لا أعوذ بالله، لسه ما عملنا شيء نحنا، بس هيك شدت إذن على الخفيف لك أخراس. أوعى تفكر تلعب معنا هيك ولا هيك، لأنه بشرف يبهدلك مثل الأطهار. خلاص ما بصير غير اللي بدكم اياه. يعني عليك هلا صرت الطبيب، خليك بمحلك هون، بس نعتاسك ببعث لك. ناوي ولا ناوي؟ شو رجعت خرسان؟ يو طار. اللي شافه مثل اللي سمع، وانت بعينك شفته لصياح واقف مع فكرية ولحالهم بالبيت. صحيح كانوا لحالهم بالبيت، بس ما كان في شي غلط،
وصياح لما رقد ودخل على البيت وملهوف كتير كان فكره ينقذ امك من الموت، فهمت؟ ابي وافتن مع بعض بتبين انه في شيء مخبى بيناتهم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لك يا ابني ان بعض الظن اسم. ابي بعد هاد كله بدك نصالحهم ونرجع له اختي؟ لك وانا ارجع لهديك اللي ما بتتسمى؟ لا وستين لا، عفاف ما بترجع لصياح. عفاف مالك علاقه فيها بيوم. بالنسبه لعفاف انا صاحب القرار وبس، فهمت؟ فكريا ما رح ترجع. انت مثل البوم ما ببشر لا بالخراب لا بوشي لا. لك بعد حمل حظي، بعد ما حملت رح يجيني ولد بتطلق اضرب انا وهالحظ. أميني، من وقت ما أنا جيت على الحارة أنا أشوف عيون أنت يتطلع بمظهر كثير، شو القصة؟ مزبوط حكيك، أنا ومظهر ربيانين مع بعض. بس هي أكبر منك؟ أي أكبر مني بس مو بكتير. بكم سنة هي أكبر؟ يعني شي 10 سنين. اسمعي لأحكي لك، نحن وصغار كان روح قلبي ألعب معه، مع أنه هو أكبر مني وأنا بنته هو صبي، بس ضل دبقانته وهو كان يضل معي، ما كان يفارقني ابدا. تمام. كان هو مدلل ابو وياما ترى ماشي معه بالحاره، وانا الله وكيلك كل ما شفته الحقه من قرنه لقرنه. يعني انت حبي مظهر من زمان كثير؟ ايه بحبه كثير، ومن زمان مو من هلا. الله وكيلك يا اخلاص وقت قالوا بدهم يجوزوني اياه طار عقلي من الفرح. الحمد لله انه طلع من نصيبي، الله يتمم لي على خير. ابن عمي اللي عم بيصير انه الدرك عم يدوروا على سلاح وجوا فتشوا البيت هون وما لقوا شيء. الحمد لله الحمد لله اللي الله ريحنا منهم على اهون سبب بدون ما ياخذوك او يكمشوك. ليش خايفه يؤذوني رشيده؟ معلوم، مو انت ابو ابني اللي رح يجي بعد كم شهر؟ ايوه، يعني انتي بتخافي علي بس لاني ابو ابنك؟ لا، لانك جوزي وما برضى الا انك تكون بخير، وانا رح اعمل المستحيل لحتى عايشك انتي وابنك بخير وخليكم طول عمركم مبسوطين. رح كون مبسوطه اكثر اذا امي بتكون معي وقت اللي بولد ابن عمي. من هلا لوقتها بيحلل حلال لك رشيدة. يا رب تسهل، يا رب. مغدو عمية؟ عمية سيدي، ولكنها جميلة جدا سيدي. جميلة يعني حلوة. حلوة جدا سيدي. بماذا تفكر سيدي؟ موريس، هاي مغا من حاغة أصاب؟ أنا لا أعلم سيدي من أين. أنا في معلومات عندي بيقول إنه أخرس أخذ هاي مغا من حاغة أصاب وهرب فيها وتزوج. نحن ما يهمنا أمرها سيدي. موريس، هاي مغا نحن لازم يساعدها يهتم فيها يدير باله عليها، لأنه هي بعدين بتساعدنا بمعلومات وشغلات نحن بدنا إياها من حاغة أصاب. حاضر سيدي، ولكنها جميلة سيدي. عمياء
قصة الأخراس خلصنا منها. بقيان عليك هلأ تفهمني شو قصتك مع مرته لصياح؟ ما حكيت لي إياها كاملة. أنا بحبها للبنت وكنت ناوي أتجوزها لو ما صار معنا مشاكل وطلعنا من الحارة. لك كمان بتحب لك حامي؟ ليش شبهني شو ناقصتي؟ ماني بني آدم؟ صحيح أنا حشاش وسكرجي وبعمل مشاكل وبهالرقبة في دم ناس، بس أنا حبيتها للبنت وما تمنيت غيرها. خلاص بس هلا هي تجوزت صياح وصارت عنده، ما بقى فيك تعمل شيء، بدك تنساها. شو انساها؟ ما انساها، ما فيني انساها ولا فيني خليها عن صياح. لك هو شو عرفه انك بتحبها وبدك اياها؟ هي كان المفروض تقول لا ما بدي اتجوز ولا صياح. هي انغصبت عليه وصياح صار عدوي مثل ما هو عدوك. ايه خالو قولي. نحن يا ابني ارتحنا لك وحبينا الشغل معك. والله يا شهيرة خانم وانا كمان كثير مبسوط بالشغل معكم. مشان هيك بدي اياك تحكي مع امك وتقول لها انه بكره تجي لعندي مشان نحكي بالشغل وبالشراكة. ايوه والله كثير وصلتني بهالخبرية. خلص انا اليوم ان شاء الله بقول لها الخبرية. عاوزة شيء مني؟ سلامتك. يلا سلام عليكم خاطري. مع السلامة. الله معك. أمي ابن عمك فاخر طلب جهاز جديد إنشان أخته أمينة، لأنه أمينة رفضت تقعد على جهاز وردة. من حقها يا مو من حقها. خلاص مو مشكلة، بكرة بوصي على جهاز جديد. بس وصي النجار إنه يعمل شغلة متقنة، شغلة ترفع الراس مو شو من كان. عطول راسك مرفوع مني. بكرة بدك تدعي لي على هالجوازة اللي بتليق بمقامك الكبير تقبر قلبي إن شاء الله. هاي الخبرية بدها أحلى عشا من تحت إيدي. يلا يلا تقبريني. الله يفرحني فيك لحتى أشوف أولادك تقبر قلبي إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. شهيرة خانو موافقت تشاركك؟ لا الحمد لله رب العالمين إنها وافقت. إيه بس ما رح تشتغلي معها بنفس شغلها. ليش يا ماما؟ شو يعني؟ يعني هلا بدي اياكي تشتغلي نسواني، شنو اكثر شيء هلا مطلوب هن الرواب والخراطات البناتي. ايوه الخراطات. ايه لكان شغله ثقيله. هلا اكثر شيء مطلوب بالسوق هن الخراطات، خراطه مكسوره بكسره كبيره وخراطه مكسوره بكسره صغيره. بس وينك؟ هلا اذا بنجيب احسن قماش، يعني جورجيت. ايه والله وانت جبتها يا ابني. تعرفي شو؟ شو؟ عم فكر نجيب منها اكثر من لون. نعملها طالبات الجامعة. يا سلام شي حلو كتير. شغلة حلوة ونظيفة يا مو. أنا برأيي روحي بكرة لعند شهيرة خانو واتفقي أنت وياها. مش يا مو احكي لي عن الشغل. احكي لي يا مو. الشغل بالنسواني كتير كتير منيح، بس يعني الواحد لازم يعرف كيف بده يشتغله لحتى تزبط أموره. فهمتي علي شلون؟ أنا ما عم خوفك، هذا يلي صار. شو عم تحكي كداس؟ شو عم تحكي؟ لك ها شحو حامد سألو. شو حامد؟ احكي انطو. شبك عم تعيط علي؟ روي. اجوا جماعة لهون محملين بالسكاكين والعصي، فاكرينك لساعتك ساكن هون، فايتين فوتة يعني يا قتل يا مقتول. بدهم يشخطوك شخط وكل واحد منهم ما يفوت من الباب قدلو. لك انا ما بدي اخلص منهم هدول بنوب بنوب. ولو انا وحامد ما لنا رجال وقد حالنا كنا ما قدرنا نردهم. هدول الجماعة شكلهم مو نسيانين قصتهم معك وبدهم تارون منك. ولي ولا تنسى شغلتك ما خلصت ولازم تدور على حدا يحميك. طيب وين بدي لاقي هذا الحدا اللي بده يحميني منهم؟ وين؟ قل له حامد، قل له مين هذا الحدا. شوف فيصل، لو ما بعزك ما بقول لك مين هذا اللي حيحميك منه. لك قل له ريحه مشان الله. انا رح خلي الفرنساوي يحميك منه. الفرنساوي؟ في قوى منه هلا؟ بصراحة لا، ما في حدا قوي أكتر منه. بس شلون؟ أنا رح أخذك من إيدك لعند الكومندان بحد ذاته وأحكي له قصتك من طقطة للسلام عليكم. وأنت شو عرفك بالكومندان؟ قال له كداس. قال له شو عرفني بالكومندان؟ لولا انه الكومندان عم يدعمنا كنت رحت زرتنا هلا بالقلعه، او اجيت على شواهد قبورنا وحطيت القاس يا حبلاس. تف من تمك، بعيد الشر عني. وعني حامي. ايوه هيك لك. ما قلت لي
موافق تروح معي لعند الكومندان ولا تشمع الخيط من البلد؟ لك موافق طبعا موافق. بوس ايدك بوس ايدك صياح لا تطلقني، خليني عندك صياح. ما بقدر خليك عندي ما بقدر. بوس ايدك لا تطلقني. هلا ما رح طلقك، رح اخليكي عندي كم شهر الا اذا عرفت الحقيقه. صياح انت ليش ما عم تصدقني؟ ليش؟ لانه العمله اللي صايره معك صايره معك انت وكبيره مو انت وصغيره، هيك ولا مو هيك؟ لا مو هيك. لك ان شاء الله مغفر. يا رب شو عمل يا الله، يا ريت تطلعي بريئه يا ريحان يا ريت. يا سيدي اتفقوا انه بكره كتب الكتاب والعرس على العيد ان شاء الله. يا رب انا حاب على قلبي يكون العرس هلا، بركي هيك بنرجع بيت اهلي قبل العيد ورمضان. يو ليش كل هالقد متضايق من القعده هون لك صبري؟ مو هيك القصه فهمية، بس انا زلمه متعود اني اقضي رمضان مع اهلي بس. ايش شو علي؟ والسنه جرب تقضي مع اهلي، جرب شو علي؟ هيك قلت هيك؟ ايه هيك قلتي. قول ان شاء الله. ان شاء الله. صح نسيت امك؟ حكيت لك اليوم شو صار معي بالحاره؟ لا ما حكيت اللي احكي لي. شيوما يعني كداس كداس لا لا حامد حامد يا حامد انا ابو رجاء يا حامد لا لا طالع روحك لك حامد يا تارك الصلاة. حامد حامد يا حامد لا 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 يا حامد ابو رجاء لك حامد يا تارك الصلاة. لا 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 خير خير يا الضيف خير. بيك شيء؟ جرحك يلجمك؟ اجيب لك الحكيم يا ابو الخير. لا ما في لزوم، بس هيك كان كابوس. وش شفت؟ شفت اخي محروس. استغفر الله العظيم يا رب. شفته بالمنام كيف الفرنساوي ذبحوا قدام عيوني. كبح الله الفرنساوي وشوفته بالحلم وبالعلم. بالحق يا ابو الخير، هو اخوك كان معك وقت المعركه؟ اخي كان عم يقاتل جنبي كتف بكتف، ربطوني الفرنساوي وذبحوا قدام عيوني. يا الله يا الله. وكل الله وكل الله يا ابو الخير وكل الله، اخوك عند ربه شهيد شهيد. الله يصبرك على بلواك يا ابو الخير. نام الحين نام. لا حول ولا قوه الا بالله. نام يا ابن الحلال نام نام. الله يصبرك على بلواك. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا
تبي بدك مني شيء ما اروح؟ ايه تقبرني، مروق لعند الشيخ وقل له خلي يكون ببيت ابن عمك فاخر بعد العصر، وخبر كل رجال الحارة منشان يكونوا مجتمعين وقت كتب الكتاب. ماشي، بدك شيء غيره؟ لا تقبرني، بس مروق لعند الداية ام سعيد، خليها تمرق لعندي، انا عاوزتها. على عيني يا بخاطبك. الله معك يا مو، الله معك. ايه الله يسهل لك واسطه. امين يا رب العالمين. مثل ما بتعرف يا ابو حكمي، مسحاراتي حارتنا توفى وابنه لساته صغير ومو خارج يستلم محله. ولا يهمك مختار، انا بسحر بداله الله يرحمه، حيث انه ابي وجدي كانوا يسحروا الحاره. يعني بتقدر تشتغل شغلتين مع بعضه؟ ايه ولا يهمك، وهي هي يعني انا سهران وسهران وعم اضوي الفوانيس. بس في قابل اليوم يثبتوا برمضان، وبهالحاله هي بدك تصحي الناس على السحور. لا تفكر هم، واصحى يا نايم وحد الدايم مختار. عندك طبله؟ لا بدبر، بس بدبر طبله. انا الحقيقه بدي اتشكرك كثير يا شهيره خانم، لانك قبلتي انك تشاركيني. يا سعاد انت غاليه على قلبي كثير، ما بحب زعلك. بعدين بدنا نكبر شغل بيناتنا ونصير شركه. ما انا هذا اللي بدي اياه. ايه بس لازم ندرس الموضوع منيح مشان ما نوقع بالغلط ونخسر مصاري. مزبوط. نحن هلا يا سعاد خانم ما رح نقدر نعمل شيء، لانه رمضان يا بكره يا بعد بكره، وان شاء الله كل عام وانت بالف خير. وانت بخير. مزبوط. ولهيك منعرف السوق شو بده من الشغل النسواني، وإن شاء الله بعد العيد منبلش شغل نسواني وبناتي للعيد الكبير. ماشي، اتكلنا على الله. اتكلنا على الله. بس لحد هلأ سعاد خانم ما قلتي لي شو الغرض اللي بدك يا من هالقصة. معك ها، أنا بصراحة صار لازم أحكي لك، وأنا بتمنى إنه هالحكي يضل بيناتنا. له له يا سعاد خانم، معقول هالحكي؟ يا ستي من وقت اللي توفى أبو بشير الله يرحمه. الله يرحمه. تعيشي، يعني من لما توفى أبو بشير الله يرحمه أنا ناوية إنه أعمل شيء على روحه، فقلت خلاص إجيت على إيديها ورجليها، بشغل المصاري لساعد بشير من بعد ما طلع من المحفر، ونص الأرباح البقيانة بوزع على روح أبو بشير للفقراء والمحتاجين بالحارة، وكمان بوزع على رجالنا اللي عم بتقاتل ضد الفرنساوي. عداك العيب يا سعاد خانو، الله يديمه ويديم قلبك الطيب. خلي لي اياك هلا، بس شي بنتي عم تحكي معه وتخلي عيونك بالارض ما بتطلع فيه، هذا مو اطاط، هذا نمر فرنساوي اصلي يعني. فهمنا حامد، فهمنا. شو بدنك؟ شو هذا؟ فيصل هذا كومندان، كومندان شو ايده؟ هلا شو عم يعمل؟ تذكرت انت فيصل، حامد حكى حلو حكي عنك. الله يخلينا اياكم سيدنا. شوف فيصل، قال انت بدك يشوف كوموندان مشان قضية او شغلة هيك، انت فت على حبس مشانه، وقال بدك انا ساعدك. صحيح سيدي، صحيح، بدي مساعدتك. وأنا بساعدك. مو بس هيك، أنا ما بيخلي حدا يقرب عليك أو يزعجك، ولا حتى حامد. وكمان بعطيك مصاري، مصاري كتير. بس في شغل أنت لازم تشتغله معي. شغل شو سيدي؟ شغل شو؟ أنا فهمه شو يشتغل سيدي، أنا فهمه. ني حامد، انت صار بيفكر خلاص، انت فاهمه، هلا اخده. حاضر سيدي، خاطركم سيدي، ما بيعرف سيدي.
أنا فراق مشي زبالة إيه زبالة أنا فراق شو هذا؟ شآم طيف أحلامي وإشراق أيامي هي اللحن الذي أقوى تجلت فيه أنغامي بحب قد غزا قلبي وشوقي زاد بهيامي فعطر الشام يحييني أداوي فيه آلامي وإن الله غزا قلبي وشوقي